رحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بكم قناه الجامعه، وان شاء الله بنتمنى المزيد من النجاح ان شاء الله. كنت عايز اعرف من حضرتك ايه المعايير اللي اتخذتوها في تحكيم؟ والله في معايير موضوع من قبل وزاره الشباب والرياضه، وعلى ضوءها احنا بيتم التقييم. المفروض ان احنا بنقيم العمل على الموضوع او الفكره، ثم التقنيه، ثم عمليه اخراج العمل. الموضوع زي الطالب بيكون متناول، ممكن يكون متناول قضيه معينه او موضوع يكون له ابعاد بتمس المجتمع او ما الى ذلك من هذه الموضوعات، والتقنيه من خلال معالجه الفكره او معالجه الموضوع اللي تناوله في اي من مجالات الايه المجالات التسابق، الى جانب الاخراج، عمليه اخراج العمل بصوره تتناسب مع المعايير او الاشياء الموضوعة او الاعتبارات الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة او القيم الفنية او الجامعية. طب عموما ايه هي الوسائل التشجيعية اللي اتخذتوها لتشجيع الطلبة في المسابقة؟ هو المفروض ان بيتم التصعيد الاول والثاني والثالث، ولهم مكافآت مادية. والمفروض ان احنا اتكلمنا مع مدير رعاية الشباب بالجامعة ان يعني كتوصية بأن يكون هناك شهادات تقدير لكل المشاركين، لأن الأعمال الحقيقة مميزة، وإن الطالب يعني بيشارك فده شيء جميل جدا. على أساس ده كنوع من التحفيز أو الموتيفيشن للطالب إن هو يبقى عنده الاستمرارية في إن هو يشارك في هذه الأنشطة يعني.